والصلاة أيضا عبادة توقيفية، نحن لا ندري لماذا شرعها الله تعالى 5 مرات في اليوم والليلة، كما أننا لا ندري لماذا صلاة المغرب 3 ركعات وغيرها 4 ركعات وصلاة الفجر ركعتان، هذا كله لا نعلمه. ومن هنا كان لزاما على الإنسان أن يحددها بالنية، والنية من حيث الأصل القصد، فأنا نويت أن أصلي أي قصدت أن أصلي، بمجرد أن تكون قاصدا للصلاة تسمى ناويا لتلك الصلاة. في السابق كان هنالك كثير من العوام لا يستحضرون في أنفسهم النية، لا يفهمون ما المقصود بالنية، لذلك أعانهم بعض أهل العلم بأمر وهو أن يتلفظوا حتى يكون هنالك ربط بين اللسان وبين القلب، فيجتمع هذان الأمران وترسخ النية في قلوب هؤلاء العوام. فقالوا يشرع للإنسان أن يقول اللهم إني نويت أن أصلي صلاة العشاء 4 ركعات، وبعضهم يزيد أنه يصليها، المغاربة عند علمائنا يزيدون أنه يذكر التاريخ، تاريخ ذلك اليوم في صلاته، ويوجبون ذلك الأمر، لذلك كانوا حافظين للتاريخ الهجري، وهذا ستجدون النص عليه في دواوينهم رحمه الله تعالى، ومن بينها كتاب الإيضاح نص على أنه لا بد من أن يذكر تاريخ ذلك اليوم الهجري حتى يؤدي العبادة في وقتها وحتى تشترك العبادتان معه. فهذا قالوا به رحمه الله تعالى لأجل أن يستحضر العوام من الناس هذين الأمرين. ولكن إذا جئنا إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فإننا لن نجد ذكرا لألفاظ النيات، اللهم إني نويت أن أصلي صلاة كذا وكذا إلى آخره، فإنما كانوا يقصدون الصلاة مباشرة. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى ونية الصلاة بالجنان أي بالقلب فقط دون اللفظ باللسان، واللفظ تأكيد لمن يشاه وقيل لازم ولا نراه. اللفظ ما كان موجودا في العصور الأولى، وإنما أحدثه بعض الفقهاء، بعضهم يرده إلى القرن الهجري الثاني، بدأ تلفظ بالنية في القرن الهجري الثاني، وقالوا سبب ذلك كما ذكرت لكم هو معونة العوام، وهذا مضوا عليه الذين أحدثوه أول الأمر على أنه من الأشياء التي تعين العوام، فهي فضائل لهم لأجل أن تعينهم على استحضار الصلاة، إلا أنهم لم يقولوا بوجوبه ولا بلزومه، وحدث بعد ذلك وهاو مختلفون وصلتهم مثل هذه الأفعال، فقالوا إن تلفظ بالنية واجب ولازم من اللوازم. والمصنف هنا يرد على هذا الرأي كما رد عليه في كتبه الأخرى كمعارج الأمال، يقول واللفظ تأكيد لمن يشاه وقيل لازم ولا نراه، كيف يكون اللفظ يلزمنا ولم يكن في القصد يدخلنا. وكيف يكون اللفظ بالنية لازم وهو بخلاف القصد، المقصود القصد القلبي، وقد يكون اللفظ شيئا والقصد القلبي خلاف ذلك، قد يخطئ الإنسان ويقول اللهم إني نويت أن أصلي صلاة العشاء 4 ركعات بلسانه، وهو في الوقت نفسه يريد أن يصلي الفجر ركعتين، وقد استحضر في نفسه أنه يصلي الفجر لكن أخطأ لسانه وقال إنه يصلي العشاء 4 ركعات. هنا يقول الفقهاء إن صلاته صحيحة ولا إشكال فيها، لأن اللفظ إنما هو شيء يعان به الإنسان، أما المقصود بالأصالة فهو النية القلبية، القصد القلبي هو المقصود. لذا قال رحمه الله كيف يكون اللفظ يلزمنا ولم يكن في القصد يدخلنا، أي أن اللفظ شيء والقصد شيء آخر، اللفظ نفسه محتاج إلى قصد، فكيف يكون الشيء الوسيلة لازما مع أنه ليس مقصدا أصليا للشرع، ولم يكن في القصد يدخلنا، والواجب النية دون القول، واجب القصد القلبي دون التلفظ، فلا أرى صحته من قولي. هنا يرد المصنف رحمه الله تعالى هذا ويقول بأنه لا يرى هذا القول صحيحا لأنه معارض للأدلة الشرعية، وقد فصل
في هذه المسألة في مواضع أخرى من كتبه رحمه الله تعالى.